المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، استهلها بالعناوين. إصابة مواطن واحد بفيروس كورونا اليوم. دعوة لتشجيع التبرع الطوعي بالدم. بحث برامج محو الأمية في أغرداد. سوريا تعلق الرحلات عبر مطار دمشق إثر قصف إسرائيلي. الصين تتوعد بسحق أي مخطط لاستقلال تايوان، وأمريكا تحذر من خطوات أحادية. صربيا لن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي ما لم تعترف بكوسوفو. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في الإقليم الأوسط أظهرت إصابة امرأة من عداق حمص بفيروس كورونا. في غضون ذلك شفي مريض واحد من الإقليم الأوسط. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9769، شفي منهم 9661، وتوفي 103، فيما يتلقى 5 مرضى الرعاية في المستشفيات. وزارة الصحة 10 من يونيو 2022. ينظم من 10 حتى 18 من يونيو أسبوع التبرع الطوعي بالدم بمناسبة 14 من يونيو اليوم العالمي للتبرع بالدم. ودعا مسؤول خدمات التبرع بالدم في بنك الدم الوطني الممرض عقبة يوهنس بالمناسبة المجتمع لتعزيز مساهماته للتبرع الطوعي بالدم. وأشاد بفرقة ميراث الراقصة لتبرعها بالدم بمناسبة أسبوع التبرع بالدم 20 من يونيو يوم الشهداء. وأوضح إن بنك الدم الوطني وبموجب الخطة التي وضعها بالتعاون مع جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم لجمع حوالي 12 ألف كيسا من الدم هذه السنة، جمع حتى الآن أكثر من 6000 كيس. ودعا عضو جمعية المتبرعين الطوعيين السيد ياسين عبد الله المواطنين لتعزيز المشاركة الواعية للتبرع الطوعي بالدم. وتعهد المتبرعون بالدم على العمل لإنجاح برامج بنك الدم الوطني بتوسيع أنشطة التوعية. عقد مكتب التعليم في إقليم الجاشبركة اجتماع في أغرداد لبحث تمكين المواطنين من محو أميتهم وتقييم برامج محو الأمية. وأوضح منسق برنامج تعليم الكبار في الإقليم الأستاذ إساق يوسف إن برنامج محو الأمية يشمل تعليم الكبار والريوت والتعليم المسائي. وقال المدير العام لقسم تعليم الكبار والإعلام في وزارة التعليم السيد قبرز قدمام إن برنامج محو الأمية عامة وبرنامج عريوت بصفة خاصة يهدف لمحو أمية المواطنين واللحاق بالتعليم النظامي. ودعا الاجتماع للعمل لتعزيز أنشطة التوعية التعليمية وحل النواقص في التنفيذ. قال مسؤول التعليم في مديرية هيكوتا الأستاذ عبد القادر عبد الله إن أسبوع الطلاب الثقافي الرياضي الذي تنظمه المدارس سنويا يعكس أنشطتها وكفاءة الطلاب ويجب الدفع به قدما. ودعا في الكلمة التي ألقاها في المناسبة لتقوية التنظيم وتكثيف المحتوى لاستكشاف قدرات وهوايات الطلاب التعليمية والثقافية والرياضية والفنية. وأوضح المدير التنفيذي في إدارة مديرية هيكوتا السيد أرجاي مبراتو إن الأسبوع مناسبة لعكس المعرفة المكتسبة في المدرسة وترسيخ القيم المجتمعية، داعيا الجهات المعنية لتعزيز مساهماتها. هذا وشارك في الأسبوع الثقافي الرياضي لمدارس مديرية هيكوتا حوالي 300 طالب و56 معلما من مدارس الشهيد علي سيد وكامبوني والصمود من بلدة هيكوتا وبيرغا من عشنكيت وشاشوت من هدمدمي ولبانياي وألبو. يسهم مركز حليب منتل الصحي في مديرية على برعد بإقليم عنسبة بفعالية في رفع وعي المواطنين بالقضايا الصحية وكذا خدمات الطب الحديث وخاصة ما قبل وبعد الولادة.
وأوضح مسؤول المركز الممرض أفورقي ساق بأن التوعيات المقدمة لمتابعة الحوامل لأوضاعهن الصحية 8 مرات في فترة الحمل حققت نتائج جيدة، ونتيجة لذلك ارتفعت نسبة المتابعة من 76% خلال العام الماضي إلى 89% هذا العام. وذكر أن الأطباء الميدانيين الناشطين في المناطق النائية يقدمون خدمات ناجعة لمكافحة الملاريا، والانخفاض نسبة الإصابة بهذا المرض نتاج تلك الجهود. كما إن المساعي الحثيثة الجارية فيما يتعلق بالإصحاح البيئي ساهمت في ارتفاع الاستفادة من تلك الخدمات بنسبة 96%، وظلت تسهم في السيطرة على الأمراض الناجمة عن التلوث. وذكر المستفيدون إن الخدمات التي يقدمها المركز وكذلك السيمينارات التوعوية المنتظمة ساهمت ولا زالت في رفع الوعي الصحي وانخفاض نسبة الإصابة بالأمراض، مناشدين لإنشاء خدمات للمعامل. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. استهدف قصف إسرائيلي نقاطا في جنوب دمشق ما أدى إلى إصابة مدني على الأقل بجروح حسب ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا. ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله أن العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ مستهدفا بعض النقاط جنوب مدينة دمشق، لافتا إلى أن العدوان أدى إلى إصابة مواطن مدني بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية. وأعلنت وزارة النقل السورية عن تعليق كافة الرحلات عبر مطار دمشق الدولي في خطوة عقبة القصف الإسرائيلي الذي ألحق وفق ما قال مصدران في المطار أضرارا بمدرج الهبوط. توعدت الصين بسحق أي مخطط للاستقلال في تايوان، في حين حثتها واشنطن على الامتناع عن أي خطوات مزعزعة للاستقرار في الجزيرة. يا ذلك عقب لقاء جمع بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الصيني وي فينغي في سنغافورة. وخلال الاجتماع تعهد وزير الدفاع الصيني بأن بلاده ستسحق إلى أشلاء أي مخطط لاستقلال تايوان، وتؤكد بحزم وحدة الوطن الأم وفق ما نقلته عنه وزارة الدفاع الصينية. وحض وزير الدفاع الصيني نظيره الأمريكي على تجنب استخدام تايوان لاحتواء الصين، مشددا على أن الجيش الصيني سيتخذ إجراءات فعالة وحازمة لإحباط أي تدخل خارجي ومحاولات انفصال تايوان. في المقابل قال وزير الدفاع الأمريكي لنظيره الصيني إن على الصين الامتناع عن القيام بأي خطوات إضافية حيال تايوان تزعزع الاستقرار. ودعا أوستن في بيان رسمي صدر عقب المحادثات الصين إلى عدم تقديم أي دعم مادي لروسيا في حربها على أوكرانيا. أشار المستشار الألماني أولاف شولتز خلال زيارة إلى البلقان إلى أن انضمام صربيا وجمهورية كوسوفو المعلنة ذاتيا إلى الاتحاد الأوروبي غير ممكن من دون اعتراف بلغراد وبريشتينا المتبادل. ويزور المستشار الألماني غربي البلقان مبتدئا جولته بكوسوفو المعلنة دولة ذاتيا. وبعد لقائه مع رئيس الوزراء ألبين كورتي لفت شولتز إلى أن حكومة كوسوفو من خلال فرض عقوبات على الاتحاد الروسي أظهرت أنها تقف إلى جانبنا في المجتمع الدولي، وعرج على موضوع العلاقات بين بلغراد وبريشتينا. ومن المنتظر أن يصل شولتز إلى بلغراد، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس الصربي ألكساندر فوتيتش. افتتح أول جسر سريع للمركبات بين روسيا والصين أمام حركة الشحن، حيث تتجه موسكو إلى بكين وسط أزمة العلاقات مع الغرب بسبب غزوها لأوكرانيا، وذلك بعد أن اكتملت معظم أعمال البناء على الجسر الذي يربط مدينتي بلاجو فيتشيتسك الروسية وهيه الصينية عبر نهر أمور في أواخر عام 2019. وقال القنصل العام الروسي في هاربين الصينية فلاديمير أوشبيكوف إن افتتاح حركة الشحن على جسر بري على حدود روسيا والصين عبر نقطة تفتيش كاني كورغان سيعزز مجالات التعاون بين البلدين.
وأظهر حفل الافتتاح الذي شارك فيه عدد من كبار المسؤولين الصينيين والروس عن بعد عبور الشاحنات الشحن الجسر الذي يبلغ طوله كيلومتر، حيث اندلعت في الخلفية الألعاب النارية بالألوان الأبيض والأزرق والأحمر بألوان العلم الروسي. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة أخبار المساء، أعود فأذكر بعناوينها: إصابة مواطن واحد بفيروس كورونا اليوم، دعوة لتشجيع التبرع الطوعي بالدم، بحث برامج محو الأمية في أغرداد، سوريا تعلق الرحلات عبر مطار دمشق إثر قصف إسرائيلي، الصين تتوعد بسحق أي مخطط لاستقلال تايوان، وأمريكا تحذر من خطوات وحادية، صربيا لن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي ما لم تعترف بكوسوفو. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. We'll be right back.